المعذور بجهله يكون جميلا. لو رجل يرى الصحيح صحيحا وهو خطأ لكن يراه صحيحا والذي أمامه يراه مخطئا، يبقى لابد أن يعامله لو كان صادق النية، مش ما كانش منافق. لو كان صادق النية كيف سيعامل؟ سيعامل كما عامل الشافعي، أنا على صواب وأحتمل الخطأ وغيري يحتمله، هل أفسقه؟ هل أبدعه؟ ها؟ هل أنتقص من قدره؟ هل أهدده؟ هل أقتله؟ ها؟ هنا يظهر المنافق من إيش؟ من الصادق. الصادق طبعا أنا بنافع عن شيء أنا أراه دين، وأنا صادق إن ده دين ممتاز، واللي أمامك أيضا يراه إيه؟ دين. اللي أمامك أنا تنازل مخطئ عامله على إنه إيه؟ فاسق فاجر، ها؟ هدده اقتله اعمله، ولا عامله على إنه مسلم أراد خيرا أخطأ، ها؟ بقى فقط. يبقى ماذا تفعل؟ فند الخطأ واظهره ولومه وبين الدليل على ان ده خطأ ونفر الناس من الخطأ. واما الشخص مالك وماله؟ لما تريد اسقاطه؟ يبقى ذلك ان انت ايه؟ في الداخل في شيء، في الداخل في شيء. الا مبتدع مؤصل للبدعة، يعني ظهرت عداوته للسنة وظهرت عداوته للتوحيد، هذا لا كرامة له، هذا لا كرامة له.